السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ويا هلا ومرحبا بكل أصدقاء وأحباب قناة سعودي أوتو مع حلقة جديدة من حكاية سيارة. واليوم نجمة حكايتنا شركة عملاقة من كبار صانعي السيارات في الصين، بدأت من قبل 63 سنة يعني عام 1958، وشهادة ميلادها كانت حكومية يعني بمرسوم حكومي. اتأسست هذه الشركة وتسجل اسمها في شهادة الميلاد بايك، والاسم مستوحى من بكين. حكاية سيارة الموسم الرابع. طبعا عرفنا سوا الحين انها شركة بايك الصينية اللي دعمتها الحكومة من اول لحظة بشكل كبير. وطبعا مقر شركة بايك في بكين، والحين بتعتبر من اكبر شركات صناعة السيارات في الصين، سواء من ناحية الانتاج او الابتكار والبحث والتطوير وانتاج قطع الغيار. وأول سيارة سيدان يا إخواني خرجت من مصنع بايك كان اسمها جينغانشان، وكانت مبنية على قاعدة عجلات فوكس فاجن بيتل اللي هي الخنفساء، وبنفس المحرك كمان الخلفي، وتصنع منها عدد قليل جدا خلال سنتين ما تعدل 150 سيارة. وبعدها طلبت الحكومة الصينية في مناقصة جديدة للشركة إنها تنتج سيارة جيب للأغراض العسكرية. وبالفعل وخلال 4 سنوات من البحث والتطوير ظهرت أول سيارة جيب صينية باسم BJ212، وهذا كان عام 1965. وكانت هندسة السيارة هذه مأخوذة من سيارات جيب الأمريكية ولاند روفر البريطانية مع محرك 4 اسطوانات، وتمت الموافقة عليها من الجيش، وتم إنتاجها بكميات كبيرة للجيش الصيني وكمان للتصدير لبعض الدول الآسيوية. تلاحظوا يا إخواني إنه شركة بايك الصينية كانت كل إنتاجها في الأول بيلبي طلبات حكومية، لأنها ما كانت شركة خاصة، لكن كان واضح إنها كيان طموح وحيكبر. واستمرت نجاحات بايك أكثر في عام 1970 لما حصلت على مناقصة حكومية جديدة لإنتاج شاحنات النقل الخفيف المتوسط الحجم. وفعلا في عام 1973 خرجت أول شاحنة من المصنع باسم BJ130 للنقل، مقتبس التصميم والهندسة المرة هذه من الشاحنات والديانات اليابانية، وكانت بقدرة حمولة 1.5 طن. وقبل ما نوصل لمرحلة انفتاح الصين على العالم في الثمانينيات وكيف انعكس هذا على شركة بايك، تعالوا معنا نخرج لفاصل نتفرج فيه على بعض السيارات اللي انتجتها الشركة من بدايتها في عام 1958. حكاية سيارة بانوراما رمضانية عن أشهر حكايات السيارات. يا هلا ومرحبا بكل أصدقائنا وأحبابنا من مشاهدي قناة سعودي أوتو، ونكمل مع بعض حكاية شركة بايك الصينية وكيف كبر الكيان هذا مع بداية الثمانينيات يا إخواني، وبزوغ سياسة الانفتاح في الصين وفتح الأسواق الحرة والإنتاج. كانت شركة بايك من أوائل شركات السيارات اللي دخلت في شراكات مع شركات أجنبية بعد بداية انفتاح بكين على العالم. ومن الحاجات اللي شجعت الشركات الأجنبية إنها تتعاون مع بايك إنه بايك كان عندها بنية تحتية قوية، يعني خطوط إنتاج جاهزة وخبرة أكثر من 20 سنة. وبالفعل وقعت بايك أول اتفاقية للتعاون مع شركة جيب الأمريكية عام 1984 لإنتاج سيارات جيب وتسويقها في الصين.
وتطورت الشركة بسرعة كبيرة، حيث أعلنت في عام 1996 عن خطتها للهيكلة الأولى، واللي جمعت فيها قطاع الشاحنات والتراكتورات الزراعية والدراجات النارية في شركة واحدة وسمتها فوتون، وأصبحت شركة فوتون المملوكة لمجموعة بايك من كبار شركات صناعة السيارات والشاحنات التجارية. وفي نفس السنة وقعت مع شركة كومنز الشهيرة لمحركات الديزل اتفاق شراكة وتعاون لفتح خطوط إنتاج محركات كومنز وتسويقها لكل مصنعي الشاحنات الآخرين في السوق الصيني. وفي عام 2002 وقعت بايك مع شركة هونداي الكورية اتفاق تعاون لإنتاج سيارات هونداي في الصين. ويا إخواني، اتصوروا أنه في أول سنة من التعاون هذا أنتجت 370 ألف سيارة هونداي للسوق الصيني، وهذا شجع هونداي أن تعمل مركز أبحاث وتطوير خاص في الصين بالتعاون مع بايك عشان يساعد في إنتاج محركات خاصة للسوق الصيني، وكمان بعض الطرازات الصغيرة لبايك على قاعدة عجلات سيارات هونداي. وكبرت بايك وسمعتها عبرت سور الصين للعالم برا الصين. وكانت القفزة الكبيرة لبايك في عام 2005 لما وقعت مذكرة التفاهم الأولى مع العملاق الألماني دايملر بنز لإنتاج سيارات مرسيدس في الصين، بداية من المرسيدس الإي كلاس بقاعدة عجلات طويلة، تبعها السي كلاس وبعض سيارات كرايسلر، لأنه في تلك الحقبة كانت دايملر وكرايسلر مجموعة واحدة قبل فك الشراكة في عام 2008 وإلغاء بايك لخطوط كرايسلر في الصين. وانتبهوا يا إخواني لسرعة إنجازات بايك وتوسعها، حتلاقوا أنه في عام 2009 حققت بايك رقمها القياسي ببيع مليون مركبة منذ تأسيسها. وفي نفس السنة دخلت في مفاوضات لشراء تكنولوجيا غربية خاصة بها، وكان الهدف أنها تشتري شركة سابة سويدية واللي اضطر مالكها في ذاك الوقت واللي هي شركة جنرال موتورز لعرضها للبيع بسبب الأزمة المالية العالمية. وبعد مفاوضات تم الاتفاق على بيع التكنولوجيا وخطوط الإنتاج فقط لمجموعة بايك بدون بيع اسم ساب، وبالفعل انتقلت خطوط إنتاج ساب وقواعد العجلات من السويد إلى الصين، وتم اختيار اسم سينوفا كبديل لاسم سيارات ساب اللي تم إنتاجها في الصين والعالم. واسمحوا لي يا إخواني نخرج لفاصل نشوف فيه كيف تغيرت شركة بايك وكيف أصبح إنتاجها من السيارات. حكاية سيارة، أول نافذة عربية تحكي تاريخ الصناعة. ومن جديد برحب بكل أحبابنا وأخواننا من مشاهدي قناة سعودي أوتو، ونكمل سوا حكاية مجموعة بايك العملاقة اللي في عام 2010 دخلت قائمة جلوبال لأقوى 500 شركة في العالم، وكان ترتيبها 129 بمعدل بيع 2 مليون و400 ألف سيارة ومعدل نمو 2.2%، وفي المركز الـ 14 لمصنعي السيارات عالميا، وبتسويق 80 دولة لمنتجاتها حول العالم، وسبعة مراكز للأبحاث والتطوير عالمية موزعة في أمريكا الشمالية وألمانيا والمكسيك وإيطاليا وأسبانيا وجنوب أفريقيا كمان. وبعد ما كبرت بايك وانتقلت من المحلية للعالمية ودخلت في شراكات مع أكبر العلامات التجارية الصناعية في العالم، أعلنت شركة بايك مؤخراً عن خطتها الاستراتيجية الجديدة للمستقبل واللي بتستهدف بيع 2,260,000 سيارة سنوياً مع التركيز الكبير على محركات الطاقة النظيفة والكهربائية والدخول في شراكات خاصة مع مصنعي ومزودي البطاريات والتقنيات النظيفة. وهذا اللي حصل فعلاً في عام 2019 لما وقعت مع باناسونيك وشاومي وبايدو اتفاقات تعاون
التعاون بتهدف كلها لترسيخ تكنولوجيا السيارات النظيفة وحديثة القيادة، وطورت شراكتها مع آي فلايتيك للذكاء الصناعي لإنتاج المركبات الذكية وذاتية القيادة للمستقبل. ويمكن كثير منكم ما يعرف أنه شركة بوابة العربات المحدودة عضو مجموعة شركة سالم بابق التجارية هي الوكيل الرسمي لسيارات بايك في السعودية، ووفروا في أسواقنا 4 سيارات، وهي بايك X7، والسيارة الثانية بايك X35، والسيارة الثالثة بايك BJ40، واللي تيجي بتصميم مستوحى من سيارات جيب، وتملك تجهيزات كثيرة وحديثة. ومن أبرز مزاياها محرك بنزين 4 سلندر تيربو سعة 2.3 لتر، بيولد قوة 250 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر. عشان كده اعتمدت عليها شركة بايك للمنافسة في سباق رالي داكار الشهير، حيث بدأت بالمشاركة في رالي داكار عام 2012، وكانت آخر مشاركة في عام 2021 في رالي السعودية، وكان أداها مميز. والسيارة الرابعة والأخيرة بايك BJ80، واللي هي مستوحاة من الفئة جي من مرسيدس، وبتتميز بقدراتها وإمكانياتها الكبيرة على الطرق الوعرة. ومن أبرز مزاياها محرك بنزين 6 سلندر بيولد قوة 300 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر. وهذه السيارة يا إخواني بتملك قدرات كبيرة، وبعد دخول شركة بايك العملاقة للمنافسة في السوق السعودي نتوقع لها نتائج كبيرة، خاصة مع طرازاتها المميزة والقوية في فئة سيارات الأوفرود، حيث لديها خبرة واسعة وإمكانيات تطوير سريعة اكتسبتها من صناعة السيارات العسكرية. هذه يا إخواني كانت قصة شركة بايك الصينية، حكاية ممكن نتأمل ونتعلم منها الكثير. بايك قبل 63 سنة بدأت صناعة السيارات بالتكرار، والحين بايك رمز للابتكار. بايك بدأت قبل 63 سنة تبني السيارات وعينها على الاستمرار، واليوم بايك كيان فلسفته قائمة على الإبهار. بايك يا إخواني درس بليغ في الإرادة والإصرار. وكل اللي أقدر أقوله في ختام حكاية مجموعة بايك الصينية العملاقة لصناعة السيارات إنه سر أي ثروة عظيمة حيفضل كامن في الأفكار. ومع حلقة جديدة إن شاء الله لكم مني ومن فريق عمل حكاية سيارة كل المحبة والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.